تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في سورة إبراهيم، هذه السورة العظيمة التي تدور حول نعمة الإيمان ونقمة الكفر. والسورة في ختامها أو في أواخر آياتها تمتاز بميزة القرآن. القرآن كتاب محدود، الصفحات محدود، الآيات محدود، الصور، ومع ذلك جعل الله عز وجل فيه هدى للعالمين، وقال عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكيف يتناول القرآن جميع ما يريد أن يوصله للناس بهذا الإيجاز المعجز مع تتالي الناس وتتابع العصور إلى قيام الساعة؟ كيف سيفعل القرآن ذلك؟ سيفعل القرآن ذلك عن طريق الطي. يعني المرة اللي فاتت السورة ذكرت صفات الشاكرين ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان، كان من المفترض أنه يذكر بعد ذلك صفات الكافرين الذين لم ينعم الله عز وجل عليهم بنعمة الإيمان، وهذا لم يحدث. ثم السورة بتختم في المقطع الأخير بذكر حال الكافرين يوم القيامة، ولم تذكر حال المؤمنين يوم القيامة. فهي الآن ذكرت الصفات في الشاكرين ولم تذكر صفات الكافرين، ذكرت حال الكافرين ولم تذكر حال المؤمنين، بحيث حضرتك تقدر تستنتج إذا ذكر هو أحوال المؤمنين أحوال الكافرين، هتعرف أن أحوال المؤمنين على العكس، وإذا ذكر أحوال المؤمنين أو صفات الشاكرين المؤمنين هتعرف أنت أنه صفات الكافرين على العكس من ذلك. تمام كده؟ فهو كأنه ذكر صفات المؤمنين والكافرين وذكر أحوال الكافرين والمؤمنين دون أن ينص على الجميع، وانت ايه المفترض انك بالتدبر تلقطها. فخلينا كده نتذكر مع بعض صفات المؤمنين التي تحدثنا عنها في المرة السابقة، ونستخرج أضبابها عشان نعرف صفات الايه صفات الكافرين، ثم سنتحدث عن احوال الكافرين، وهنعرف احنا لوحدنا انه عكسها احوال مين ستكون كذا. تمام؟ طيب، احنا قلنا المرة اللي فاتت انه احوال صفات الشاكرين صفات كثيرة، منها التوحيد، أليس كذلك؟ طيب، يبقى إذن أول صفة من صفات الكافرين الشرك. يبقى الذين لم ينعم الله عز وجل عليهم بنعمة الإيمان،
لماذا؟ لأنهم غير مؤهلين لأن تنبت نبتة الإيمان في قلوبهم. فقلوبهم هذه أرض غير صالحة لأن ينبت فيها الإيمان. ليه؟ في تغطية، في جحود، في نكران، في غشاوة، سميها زي ما تسميها، كل دي كلمات قرآنية وردت. فأنت الآن الإيمان لن يثمر في هذا القلب المغطى المغشى بالشرك. متى يحصل لهذا القلب عملية التحول؟ إذا أذعن وطلب الحق. أذعن وطلب الحق، سيجد نفسه أمام الحق مباشرة فيؤمن. يعني كأنه الشرك في قبل خطوة، وهي أن هذا المشرك لم يصبح مشركا إلا عندما علت عنده نفسه، ولم يذعن ولم يسلم، فجره هذا إلى عدم التصديق بالرسل. وكأن الإيمان ابن التسليم، والتسليم طبعا مراحل ودرجات. يعني احنا بنتكلم عن التسليم في حالته الأولية اللي هي بس طلب الحق، انت مسلم للحق ليقودك. في بعد كده بعد الدخول في الإيمان في مرحلة عالية من التسليم اللي هي مرحلة التحقق بمرتبة الإيمان، هي التي تصل بالعبد إلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى، دي درجة عالية. لكن احنا بنتحدث هنا عن أي تسليم؟ التسليم في صورته الأولية الساذجة التي تعني مجرد الإذعان للحق. أنا مسلم للحق، الحق هيبقى في هذا الطريق مش فارقة معي، هيبقى في هذا الطريق مش فارقة معي، لأنني مزعن مسلم لماذا؟ الحق. يبقى إذن أول صفة من صفات المؤمنين التوحيد، وهي أول صفة أيضا من صفات، وعكسها أول صفة من صفات الكافرين، وهي ماذا؟ الشرك. قلنا التوحيد ابن التسليم، والشرك ابن رؤية النفس. طيب الصفة الثانية الاتباع. فالاتباع صفة من صفات المؤمنين. اتباع من؟ اتباع الهدى، الأنبياء المرسلين. طيب الكافر من سيتبع؟ هو رأى نفسه أشرك بالله، فإذا اتبع هيتبع نفسه، اتبع هواه أيضا، فهو من نفسه بدأ وإليها يعود. لاحظوا الكافر كده من نفسه بدأ وإليه، عشان كده ربنا بيصفه بالضلال والحيرة. ليه هو ضال وحائر وغير مهتدي؟ لأنه نفسه لن تدله على الحق طالما هو يريد من نفسه أن تدله، لكن إذا لجأ إلى الله وطلب من الله أن يدله فسيجد الحق ماذا؟ الحق من عند الله سبحانه وتعالى، سيخرج هذا الحق من هوى نفسه بحيث يهتدي إلى الرسل فيؤمن ويذعن بالكتب، فلا يكون متبعا لهواه. إذن الصفة الثانية من صفات المؤمنين الاتباع، اتباع الرسل الهدى. أما الكافرين فالصفة الثانية صفة اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن الاتباع. الصفة الثالثة التوكل. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين التوكل. طيب عكس التوكل ايه؟ مش هنقول عكس التوكل التواكل، لانه ده في دائرة الايمان، يعني في دائرة الايمان. لكن اذا قلنا المؤمن متصف بالتوكل يعني بالاعتماد على الله، الاستناد الى الله، طيب فهو الكافر معتمد على نفسه برضه، مش احنا قلنا؟ وبيدور في حلقة مفرغة لا جديد، لا جديد. لكن انت لما بتؤمن بالله والمرسلين كأنك بتفتح لنفسك طاقة نور تستمد منها، عندك الفطرة السليمة، هذه الفطرة السليمة تتغذى بالنور الإلهي الذي يأتيك عن طريق المرسلين. لكن أخونا التاني ده قافل على نفسه، قافل على نفسه،
يؤمن بنفسه، يتبع نفسه، يعتمد على نفسه. واضح؟ ففرق عظيم جدا. طيب قلنا من صفات المؤمنين أيضا محبة الخير، ولا قلنا إيه؟ محبة الخير للناس، ليس كذلك؟ ولا قلنا قبلها حاجة؟ إيه؟ الافتقار إلى الله. ماشي، يبقى خلينا في الأول الافتقار إلى الله. يبقى إيه؟ الافتقار إلى الله تعالى، دي صفة من صفات الشاكرين المؤمنين. طيب الكافر صفته هو لا يفتقر إلا اضطرارا، لا يفتقر إلا اضطرارا. الناس كده هتلخبطوا بينا يا عم الشيخ. لا لا، انجز طيب، انجز طيب. طيب يبقى المؤمن يفتقر لله عز وجل اختيارا، أما الكافر فمن صفاته أنه هو صفة النقص، يعني هو إيه يعني يعني هو المؤمن فقير يعلم أنه فقير، الكافر فقير يوهم نفسه أنه مستغن. المؤمن يفتقر الله في حال صحته ومرضه، في حال احتياجه وعدم احتياجه، الكافر في حال صحته يغتر، في حال غناء يغتر، ثم إذا نزل به البلاء أو الفقر أو المرض يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهو إيه؟ لا يفتقر إلا اضطرارا، وطبعا لا يفتقر اضطرارا معناه أن حاله أسوأ سيء، يعني انت لابد يعني ان ربنا يجيبك من رقبتك عشان تزعم وتسلم. يبقى اذا الافتقار الى الله سبحانه وتعالى هذا هو حال المؤمن في الاختيار والاضطرار، اما الكافر فصفاته ماذا؟ الافتقار الى الله عز وجل اضطرارا فقط، وهو في الحقيقه الكل مفتقر الى الله، يعني هو في الحقيقه الكل مفتقر الى الله، لكن خروج هذه الحقيقة إلى حالة الوعي بها، الوعي بهذه الحقيقة عند المؤمن الحقيقة دي حاضرة، عند الكافر هذه الحقيقة غائبة وإن كان منغمسا فيها، يعني هو منغمس في الاحتياج، منغمس في الافتقار، منغمس في الفقر، منغمس في النقص، وإن كان لا يسلم بهذا إلا عندما يضطر ويبتلى. طيب الصفة اللي بعد كده قلنا ايه؟ قلنا الافتقار الى الله، اذا ثم بعد ذلك ماذا؟ الرحمة بالخلق، دي صفات الايه؟ صفة الرحمة بالخلق، لانه الكافر مشرك بالله لا يؤمن الا بنفسه، لا يعتمد الا على نفسه، لا يتبع إلا نفسه، لا يفتقر الله إلا اضطرارا. فهل يتصور منه وحالته هكذا أن يحب الخلق أو يرحم الخلق؟ يبقى إذن هو أيضا لن يحب الخلق إلا بمقدار ما يعود عليه بالنفع. يعني إحنا إذا قلنا مثلا إنه محبة الأولاد غريزة، فالمؤمن يحب أولاده لله لأنهم هيكونوا في ميزان حسناته، يحفظهم القرآن فيلبسوه تاج الوقار يوم القيامة إلى آخره إلى آخره. المؤمن مع زوجته يعاملها لله، واللقمة يضعها أحدكم في في زوجته له بها صدقة، فهو إيه؟ بيعامل ربنا. الكافر هو أولاده بيشبعوه بإحساس معين هو محتاج إليه، زوجته أيوه علشان تشبع عندي رغبة معينة أو لوجاهة اجتماعية معينة أو أيا كان السبب، فهو إيه؟ لأمور مادية أيضا تعود عليه ماذا؟ تعود عليه هو بالنفع. فهو لا يحب الخير للناس إلا بمقدار ما يعود عليه. طيب مش هيعود علي خير، يبقى أنا بسرعة أبيع الناس اللي حواليا
بكل سهولة ودون أن أجد في هذا غضب، لأنه ما فيش نفع دنيوي وهو لا يؤمن بالآخرة، فإيه بقى؟ تضيع وقت. تمام؟ طيب، إذا قلنا محبة الخير للإيه؟ للناس. ثم بعد ذلك قلنا ماذا؟ قلنا قلب مستسلم مراقب كده من صفات المؤمنين، ان قلوبهم ان هم مستسلمين لله عز وجل ويراقبون الله سبحانه وتعالى سرا وعلانيا. الكافر طبعا يعني لا يؤمن بالله، فهو بالتالي لا يرقب، يعني ليته يراقب الله، هو كده كده هيراقب، يعني هو كده كده سبحان الله العظيم فطر فينا ان احنا نراقب. تمام؟ فانت اذا لم تراقب الله عز وجل وتشعر بمعيه الله عز وجل معك، ستضطر اضطرارا الى تنفيذ خلق المراقبه، لكن ستكون في حاله، لكنك ستكون في حاله اخص، حين تراقب الخلق او تراقب القانون. فانت كده كده ايه؟ مضطر الى ان تراقب، لأنك مش حر تماما، أنت محكوم بنظرات الناس ليك، محكوم بتصميم معينة، طالما أنت بتعيش في وسط الناس أنت كده كده إيه؟ ستخاف، ستراقب، ستحذر، لكن حذرك هذا لن يعود على قلبك بفائدة، لأنه حذر وخوف ومراقبة للخلق في الدنيا وليس لله سبحانه وتعالى. قلنا كذلك أن قلب الشاكر مستسلم، أو من صفاته ماذا؟ الاستسلام. الاستسلام قلنا على درجات، الدرجة الأولى منه ماذا؟ الإذعان لطلب الحق. الدرجة الأعلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن فعل الله عز وجل فيه مهما كان، مهما رأيته خيرا أو شرا، في مصلحتي أو مش في مصلحتي، يعود علي بالنفع أو لا يعود، ده أعلى درجات الاستسلام. فالمؤمن قلبه مستسلم وهو يتنقل بين هذه الدرجات جميعا. الكافر أيضا، الكافر قلبه لا يستسلم إلا لنفسه أو لا يذعن إلا لهواه وشهواته، فهو أيضا مقهور على الاستسلام. يعني تخيل أنت كده الكافر حين تقهره شهوته فيذعن لشهوته، في الأعمال ينتقل في الحرام من زجاجة خمر إلى زجاجة خمر، أو من مخدر إلى مخدر، أو من امرأة إلى امرأة، أو من شهوة إلى شهوة، أو من مال إلى مال. هو بيعمل كده إيه يعني؟ هو مقهور، يعني الكفار يظهر فيهم اسم الله، عمل اسم الله القهار بكل جلاء. يعني هو يقول لك ده أنا حر، أنا بختار، أنا بعمل على مزاجي، أنا ما حدش يقول لي اعمل ولا تعمل، وهو في الحقيقة مقهور أكثر من المؤمن. المؤمن يتحكم في شهواته، يتحكم في رغباته، فهو المؤمن إيه؟ أكثر حرية منه، لا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى. صاحبنا دوت بيخاف من كل حاجة ومن أي حاجة، وتقوده شهواته بكل سهولة، فهو يعين يظن الشيطان بيقلب له الحقائق، يقلب له الحق باطلا والباطل حقا، فيرى قمة الذل والعبودية حرية. مش كتير من الناس بيقول كده عايزين نبقى أحرار، والدين بيقيدنا، والبنات يقولك الحجاب بيقيدنا ومش عارف وكذا، فيخرجون من قيد اختياري إلى قيود اضطراري دون أن يشعروا والعياذ بالله. طيب، فإذا قلب المؤمن مستسلم لله، قلب الكافر مستسلم لهواه أو لأهوائه ورغباته المتعددة. طيب، المؤمن أيضا من صفاته قلنا ماذا؟ الحمد، مش كده؟ الحمد والشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. هذا الحمد الذي يقوده إلى رؤية المنعم عز وجل، هذا الحمد الذي يقوده إلى زيادة الطاعات شكرا لله على ما أنعم. طيب، الكافر العكس. كافر إذا أنعم، إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، فإنه لا يرى المنعم وإنما يرى نفسه برضه، هيرى نفسه مستحقا لهذه النعمة،
فيرى نفسه إن هو أتى بهذا المال مثلا لشطرته لذكائه لفرط مجهوده وهكذا. ثم المؤمن تزيده هذه النعمة إباء عبودية وذلا وخضوعا واقترابا من الله. الكافر ستزيده هذه النعمة بعدا عن الله، لأنه إذا كان فقير ثم اغتنى هيستخدم الفلوس في إيه؟ في المعاصي. لا، في المعاصي. إذا كان موظف صغير ثم صار رئيسا كبيرا في شركة كبيرة هيستخدم هذا في ماذا؟ في أيضا في الشهوات وفي جلب الأموال من حرام وفي إلى آخره. فهو النعمة تزيد تقرب المؤمن من الله عز وجل، والنعمة نفسها ماذا تفعل؟ النعمة نفسها ماذا تفعل؟ تبعد الكافر عن الله عز وجل. طيب، يبقى إذا كان المؤمن حامدا فإن الكافر جاحدا. أحسنت. طيب، قلنا من صفات المؤمن الدعاء، مش كده؟ أو الطلب، الطلب، مش كده؟ والمؤمن حين يطلب بيطلب إيه؟ بيطلب أهم حاجة تنفعه في آخرته، صلاح الدين. وأهم حاجة في الدين قلنا ماذا؟ الصلاة. فإنه يطلب من الله عز وجل أن يعينه على الصلاة، لأنها هي التي سيكون بها صلاح الدين. وإذا صلح الدين صلح ماذا؟ المال. فالمؤمن نظره بعيد، ينظر إلى الآخرة. فالكافر يطلب أيضا، لكنه يطلب أمورا لتحدث تحت قدميه. وشعار الكافر كده، احييني النهاردة وموتني بكرة. فهو اليوم ينغمس في الشهوات، ينغمس في الملذات، ولا يطلب إلا صلاح الدنيا، ولا يطلب إلا صلاح الدنيا. يبقى ده حال المؤمن وده حال الكافر. المؤمن أيضا أنه ينظر إلى المآل، الكافر لا ينظر إلى المآل. تمام. في صفات تانية قلناها، هذه تقريبا هي أهم الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. يبقى إذن قلنا القرآن، القرآن يدلنا على صفات المؤمنين ويدلنا على صفات الجاحدين الكافرين عن طريق أنه بيذكر لنا فقط صفات الإيه؟ المؤمنين. طيب، ثم تدخل الآيات بعد ذلك في ذكر حال الكافرين، لتأخذ أنت منها بعد ذلك حال المؤمنين. هتبدأ الآيات لتعرفنا على حال الكافرين قبل العذاب وعند معاينة العذاب وفي العذاب. فتعرفنا على إيه؟ أحوال الكافرين في مراحلهم الثلاثة، قبل العذاب وعند رؤية العذاب. ما هو قبل العذاب يعني لسه ما يعرفوش العذاب ده شكله إزاي، عامل إيه. ثم عند معاينة العذاب، ثم حال الكافرين في العذاب. والآيات أيضا حتى تنصح الخلق وحتى تأخذ بيد الناس إلى الهداية، لا تتمحض لذكر أحوال الكافرين في العذاب أو قبله أو أثناء انتظاره، وإنما تريد أن تنصح الناس لتدلهم على السبب الذي أوقعهم في هذا الحال أو الذي سيوقعهم في هذا الحال في الآخرة. فتذكر الآيات في أثنائها بعض أحوالهم في الدنيا التي ينبغي أن يتخلوا عنها حتى لا يقعوا في هذا المشهد، أو حتى لا يكونوا في يوم من الأيام جزءا من هذا المشهد المأساوي. فيقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من يخاطب من؟ الله عز وجل يخاطب الخلق
في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب أبدا أن الله موصوف بالغفلة والعياذ بالله، فالله لا يوصف إلا بصفات الكمال، والغفلة صفة من صفات النقص التي لا يجوز أن تنسب إلى الله تعالى. وإذا كان الله عز وجل لا يجوز أن ينسب إلى الغفلة أو تنسب إليه الغفلة، فيقينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يظن ولم يحسب أن الله عز وجل يغفر، أليس كذلك؟ طيب أمال إيه المراد؟ المراد مخاطبة الكافرين أو الظالمين الذين يظنون أن الله عز وجل يغفر عن أفعالهم. ما الذي يجعل الكافرين يظنون أو يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطئ؟ لأنه العقاب مؤجل، وهو إحنا قلنا إنه من صفاته النظر إلى الحال، فهو يريد أن يتعامل معه الله عز وجل، أو هو لا يفهم في المعاملة إلا هذا الوجه، فهو طالما هو لا يرى من الدنيا إلا ما تحت قدميه الآن، فهو لا يفهم وجود الله عز وجل إلا إذا كان يأتيه العقاب حالا. هو عايز يحط مقاييس للرب سبحانه وتعالى، فإذا لم تحدث إذا لا إله، تمام؟ فهو يظن أن الله عز وجل يغفر عن أفعاله لأن الله عز وجل يمهله، ولا يدري هذا الغافل إنه الإمهال رحمة، لأنه لو أنزل الله عز وجل به العقاب في الحال فلا فرصة للتوبة، فلا فرصة للرجوع، وربما ارتكب من الذنوب ما استحق عليه الغضب الدائم. فحلم الله، فرحمة الله اقتضت أن يمهل عباده الفرصة بعد الفرصة، ويدعهم الوقت بعد الوقت لعلهم يتوبون، وفتح الله عز وجل أبواب التوبة في أوقات كثيرة ومعلومة، وجعل الله عز وجل آخر عهد المؤمن بالتوبة ساعة الغرغرة. أنت طول ما أنت فيك نفس بيدخل ويخرج، فأنت مؤهل لأن تتوب وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حلم وهذه رحمة لا رحمة بعدها، وتدل في الوقت نفسه على غنى الله عز وجل عن خلقه واستغناؤه عنهم، وتدل في الوقت نفسه على أن طاعة الطائعين لا تنفع الله عز وجل شيئا، وتدل في الوقت نفسه على أن معصية العاصين لا تضر الله عز وجل شيئا، لأنها لو كانت تضر الله لعاجلهم بالعقوبة انتقاما وغضبا، أو لو كان الغضب الإلهي هو كما نفهمه نحن من مفهوم الغضب. الغضب في اللغة أو في عرفنا نحن كما يعرفه العلماء يقولون الغضب هو غليان دم القلب شهوة للانتقام، غليان دم القلب شهوة للانتقام. فأنت إذا غضبت من حاجة تبقى عايز تبرد نار قلبك دي، فتعمل أي حاجة، تضرب اللي قدامك بالبنية، تشتمه، تعمل في أي حاجة، المهم عشان إيه؟ تهدى. فلو كان الله عز وجل موصوف بهذا الغضب الذي يوصف به البشر ما كان حليما. فهذا يدل على أن الغضب الذي يفهم عندما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى غير الغضب المنسوب إلى البشر. لذلك قال العلماء إن غضب الله عز وجل لا يعني إلا إيصال العقوبة للمغضوب عليه، لأن الغضب يقولون له بداية وله نهاية، الغضب له إيه؟ بداية وله إيه؟ وله نهاية. فبداية الغضب غليان دم القلب شهوة للانتقام، يحصل حاجة في نفسك تخلي دمك يفور، ثم تدفعك هذه الحالة أو هذه الصفة إلى أن تنتقم فتعاقب فتضرب فتشتم. كذلك الرحمة، لا يفهم من الرحمة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى ما يفهم من نسبتها إلى البشر. أيضا الرحمة لها بداية ولها نهاية، فبدايتها شفقة في القلب تعتري الراحم، ونهايتها إيصال الثواب للمرحوم. مش المرحوم يعني الميت طبعا، المرحوم يعني من أريد أن أرحمه.
فالرحمة إذا نسبت لله سبحانه وتعالى فإنما يراد بها إيصال الثواب لمن يرحمه الله. الغضب إذا نسب لله سبحانه وتعالى فإنما يراد به ماذا؟ إيصال العقوبة. فيراد بالغضب نهايته ويراد بالرحمة نهايتها. وإذا نسب إلى البشر يراد به البداية والنهاية، ويراد به أيضا في الغضب البداية والنهاية. طيب، يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجلهم بالعقوبة حتى يظن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى غافل، ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هي ماذا؟ تأجيل العقوبة حتى ظنوا بالله عز وجل هذا الظن السيء الذي قلنا إن الله عز وجل لا يعاجلهم بالعقوبة لأجل أنه يريد أن يرحمهم سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا إن هذا يدل على استغناء الله عز وجل عن طاعة الطائعين ومعصية العاصين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. معنى لا تحسبن الله غافلا يعني لا ينبغي أن يقع في قلب كل مخلوق أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعاقب الظالمين. يبقى عدم الغفلة هنا معناها عدم العقوب، ماشي كده؟ عدم الغفلة هنا معناها إيه؟ عدم العقوب، أو معناها أنهم لن يفلتوا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننسب كما قلنا الغفلة إلى الله عز وجل لأنها صفة نقص، والله عز وجل صفاته كمالات كلها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه. الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه. والظلم أنواع، قد يكون المرء ظالما لنفسه وقد يكون ظالما لغيره. فظلم النفس أنواع أيضا، يبدأ من الكفر بالله تعالى وينتهي إلى كل المعاصي والغفلات التي يتعرض لها الإنسان. وظلم الغير أيضا أنواع مختلفة، منها السب، ومنها الأخذ الأموال، ومنها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها الاعتداء بالقتل إلى آخره. يبقى كل أنواع هذه الظلمات جميعا ليس يغفل عنها ربنا سبحانه وتعالى، وإنما سيجازي بها. ولما ربنا عرفنا كده ها، فهذا خبر غرضه تهديد. هذا خبر لما يقول لك معناه ايه؟ الله ليس بغافل. طب ما احنا عارفين. لا، ما هو انت افهم الكلام، الكلام ده معناه ايه؟ خد بالك، احذر، انتبه، فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك. طيب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الظالمون هنا طبعا المراد بها بالأساس الظلم الذي بمعنى الشرك. الظلم الذي بمعنى ماذا؟ الشرك، لأن الشرك أم المظالم، أو هو الظلم الأكبر الذي ينبع منه كل ظلم. سيدنا لقمان يقول ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يعني عما يعمل المشركون الكافرون، لأن شركهم كفرهم بالله سبحانه وتعالى هو الذي سيؤدي بهم إلى أخذ أموال الناس بالباطل، إلى استحلال القتل، إلى الفساد في الأرض. كل أنواع الذنوب والمعاصي نابعة من ماذا؟ من عدم مراقبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وإذا كان الله عز وجل لا يغفل عما يعمل الظالمون فإنه لا يغفل عما يفعل من هم دون الظالمين. المعنى أن الله عز وجل مطلع على جميع أعمال خلقه مؤمنهم وكافرهم. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم يبقى إنما يؤخرهم ذكرت الآية السبب الذي من أجله ظن هؤلاء أن الله عز وجل يغفر عنهم. لماذا؟ لأنه يؤخرهم، وقلنا يؤخرهم رحمة بهم. إنما يؤخرهم إذا ظلوا على حالة الغفلة هذه حتى جاء هذا اليوم الذي أخرهم إليه ربنا سبحانه وتعالى، فكيف سيكون حالهم؟ طبعا الآيات بدأت هذه البداية أيضا لأنه كما قلنا رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، رحمة الله سبقت غضبه، فكأن الآيات لا تريد أن تتشفى في الظالمين بذكر أحوالهم مباشرة، ولكن الآيات تريد أن تبدأ هذه البداية لتدق ناقوس الخطر ولتنبه هؤلاء إلى أحوالهم بحيث تخرجهم من هذه الحالة، يعني كأنها تقول لهم اعملوا على ألا تصلوا لهذا اليوم الذي يؤخركم إليه الله سبحانه وتعالى. فالآية بدايتها رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى وبيان قرآن عظيم ليأخذ بيد الظالمين إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اليوم الذي تشخص فيه الأبصار هو اليوم الذي ينتظر فيه الكافر عذابه. وإحنا قلنا قبل كده إنه انتظار الشدة أشد من نفس الشدة، انتظار الشدة أشد من نفس الشدة، فسيؤخر الكافر الظالم هذا إلى يوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يعني تفتح فيه الأبصار ولا تطرف، زي واحد كده قاعد منتظر حاجة مهمة ومش قادر يلتفت. فهو في ساعة في يوم أبصاره أو بصره خاشع. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا اليوم هو يوم الحشر، إنما يخرج الناس من قبورهم بعد أن يقضي الله عز وجل ويأذن بهذا، يخرج الناس من قبورهم فيحيا كل من مات. احنا قلنا ان في نفختين في الصور، النفخة الاولى يموت كل من على ظهر الارض، كل المخلوقات تموت الا ما شاء الله عز وجل من الملائكة، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بالنفخة الثانية فيحيا كل من كل من مات للجزاء والحساب. وكما ورد في السنة ان بين النفختين 40 سنة 40 يوم، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما 40، وهل 40 يوما بأيامنا أو سنة بسنيننا؟ الله أعلم برضو، لكن بينهما 40. فعندما يأذن الله عز وجل بالنفخ في الصور ويحيى الناس جميعا، طبعا زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك، المؤمن لا يخرج من الدنيا إلا وقد رأى مقعده في الجنة، الكافر لا يخرج من الدنيا إلا وقد رأى مقعده في النار. فالناس مهيئين نفسيا وكل واحد عارف مآله ومصيره، فسيخرج الناس الكافرون منهم سيكون هذا حالهم، أشخاص أبصارهم خاشعة أو شاخصة تنتظر ما سيحل بها، وهو وعد ورأى جزءا من هذا العذاب في القبر وعذب في القبر، فهو ينتظر ماذا؟ ينتظر فوق ذلك في الآخر. يقول الله عز وجل، يعني هذا المعنى قريب مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة طه في قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن أحوال هؤلاء الظالمين بهذا الذي ذكرته سورة طه. يقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني عيونهم مفتوحة لا تطرف ورقابهم مرتفعة تنتظر ما سيأتي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني الآية الآن تتحدث عن حالة ترقب لبلاء. تخيل بقى وانت في هذه الحالة مدى اضطراب القلب وفقدان الأعصاب ويعني هذا الموقف العصيب المخيف الذي سيكون فيه هؤلاء. الله عز وجل أيضا يعبر عن هذا في سورة السجدة، فيقول الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إلى آخر الآية. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فإذا حالة هؤلاء في الآخرة حالة من ينتظر العذاب ويتوقع الشدة، فهو في حالة عصيبة للغاية مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني رؤوسهم مرتفعة أبصارهم مفتوحة لا يرتد إليهم طرفهم لا ترمش جفونهم. لماذا؟ لأنهم ينتظرون الأسوأ، يعني الأسوأ لم يأتي بعد، لأن العذاب الذي يحدث للكافر في القبر إنما هو معاينة، يعني حاجة تحت الحساب، زي بالضبط كده المؤمن النعيم الذي سيجده في القبر إنما هو أيضا معاينة، يعني تشويق لما ينتظره بعد ذلك. فالأسوأ لم يأتي بعد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهؤلاء، وبالتالي هو ينتظر الأسوأ فهذا حاله. طبعا نستطيع أن نفهم من هذا حال المؤمن، مش كده؟ المؤمنين لم يحسبوا أن الله عز وجل يغفل، وبالتالي راقبوه عز وجل وخرجوا من حالة الظلم الكبرى فآمنوا، وخرجوا من الظلم الأصغر فأطاعوا أحيانا وغلبتهم شهواتهم وعصوا أحيانا، ثم محت الحسنات السيئات فنجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فحالهم هو حال المطمئن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. فتخيل انت واحد ينتظر ما سيحل به من عذاب، وآخر ينتظر الجائزة التي انتظرها طويلا بشراكم اليوم. وأفئدتهم هواء، أفئدتهم خالية، وخلو الفؤاد أو خلو القلب معناه التحير، معناه الاضطراب، معناه اليأس، معناه قلة الحيلة، لا يدري ماذا يفعل. طبعا هنفهم من هذا أيضا أن المؤمنين
أفئدتهم ممتلئة، يعني إذا كان الظالم فؤاده هواء خال متحير مضطرب لا يدري ماذا يفعل، فإن المؤمن فؤاده ممتلئ مطمئن برحمة الله سبحانه وتعالى، ممتلئ برحمة الله عز وجل، منتظر لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة بالنسبة للمؤمن مسألة وقت، مسألة ماذا؟ مسألة وقت، وهو ينتظر. وإن كان الانتظار أيضا بالنسبة للمؤمن غير جيد إذا قيس بما ينتظره من نعيم، لكن هذا الانتظار وإن كان فيه بعض تأجيل للنعيم، إلا أن هذا الانتظار سيرفعه في الجنة درجات، فهو كل حاجة بتحصل يوم القيامة. لذلك إحنا لما كلمنا عن مكفرات الذنوب قلنا إن بعض الناس لا تكفر ذنوبهم إلا بحضور أهوال القيامة، يعني عد على بلاءات الدنيا ذنوبه لسه أكتر، عد على الموت ذنوبه أكتر، عد على عذاب القبر لسه ذنوبه أكتر، عد على أهوال القيامة أيوة بدأ يتخففه، فيجي بعد أهوال القيامة هذه جميعا مع طول الموقف مع المرور على الصراط مع هذا الخوف والاضطراب الشديد، فكل حاجة بيتعرض لها المؤمن بتعمل ايه؟ بتصفيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فكل حاجة بتحصل لك المؤمن يعلم إنها إيه؟ أنا بحاول في ميزان حسناتي، حتى الهم حتى الحزن حتى البكاء حتى الشوكة حتى رجلي كده خاطت في الباب وأنا خارج، كل هذا يكفر. فالمؤمن يحضر أهوال القيامة. طبعا احنا بنفترض الآن في المؤمن اللي هو إيه؟ ليس مع الذين يسعى نورهم بين أيديهم، المؤمن اللي هو ليس مع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس مع من دخل الجنة وانتهوا، فهذا المؤمن هو إيه؟ أقل المؤمنين درجة، مش كده؟ أهو أقل المؤمنين درجة بقى دوت، قلبه ممتلئ في هذا اليوم بالاطمئنان لرحمة الله عز وجل، وهو يعلم حال انتظاره أنه سيرفع بهذا الانتظار في الجنة درجات. فتخيلوا الفرق بين الحالين، حال المؤمن الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان، وحال الكافر الذي لم ينعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان. يبقى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. أيوة، قلنا الآن إيه؟ إن الآيات لم تتمحض لذكر حال الكافر في الآخرة، وإنما أتت في ثنايا ذلك ببعض أحوالهم في الدنيا، يعني هي عملت خليط بين أحوال الكافرين في الآخرة وأحوال الكافرين في الدنيا، علشان الكافر لم يعرف إن أيوة ده الآيات دي بتتكلم عني، فإذا سيكون هذا حالي في الآخرة. فأيضا الله عز وجل يواصل البيان حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وحتى لا يقول الناس لم ندري لم نعلم إلى آخره. يقول الله تعالى: وأنذر الناس. وأنذر الناس يعني يا محمد أنذر الناس وأعلم الناس. وقلنا قبل كده لحضراتكم انه هذا نوع هداية، اللي هي هداية ايه؟ قلنا هداية البيان. لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسل لكي يبينوا للناس، فان الله عز وجل يعرفهم ويهديهم هذا النوع المخصوص من الهداية. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول. يعني انذر الناس، الانذار مش هيكون يوم يأتيهم العذاب، لأن الإنذار يوم العذاب لا ينفع، يعني خلاص الآخرة مفيش إنذار مفيش تعليم مفيش حسنات
يعني خلاص مضى وقت العمل، احنا الآخرة حساب ولا عمل، والدنيا عمل ولا حساب. طيب فمتى سيكون الإنذار؟ الإنذار سيكون في الدنيا. إذا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، المعنى يعني يا محمد أنذر الناس أنهم سيأتيهم العذاب، وأن هذا اليوم واقع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يعني أعلمهم أنهم إن استمروا على هذه الحالة فسيكون هذا حالهم يوم القيامة. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، ربنا أخرنا يعني أرجعنا إلى الدنيا، أخر عذابنا، أعطنا فرصة أخرى لعلنا نعمل صالحا ولا نعود بعد ذلك إلى الظلم أو إلى الكفر. ربنا أخرنا إلى أجل قريب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، معنى إيه؟ طلب العودة، طلب التأخير، طلب تأكيل العذاب، طلب فرصة ثانية. الآيات في هذا كثيرة في القرآن. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنون في هذا اليوم أن لو كانوا قد استجابوا للرسل، أن لو استجابوا لنداء الله سبحانه وتعالى لهم. طبعا الآيات الآن كأنها توصف حالهم الآن، لما زلنا في الدنيا مش كده؟ فإنت إذا كان ده حالك إنك لا تستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإنت حالك في الآخرة سيكون الندم على عدم اتباعك للرسول الآن، سيكون الندم على عدم طاعتك لله الآن. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يأتيهم الرد من الله عز وجل فيقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل. على ما أقسم هؤلاء في الدنيا؟ كانوا أقسموا أن الدنيا لا آخرة بعدها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. مش عملوا كده؟ فكانوا قد أقسموا في الدنيا، ثم ظهر لهم بعد ذلك خلاف ما ظنوا وخلاف ما أقسموا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني ما لكم من زوال عن هذه الدنيا، يعني أن الدنيا هذه هي المبدأ والنهاية وأنه لا آخرة بعدها. ما لكم من زوال، أو أولم تكونوا أقسمتم من قبل في الدنيا، ثم تستأنف الآية فتقول ما لكم من زوال، ما لكم من زوال فيما أنتم فيه الآن فلا تأخير، إنهم طلبوا التأخير. يصبح عندنا الآن المعنى الأول هو أولم تكونوا أقسمتم من قبل، ماذا كان قسمهم؟ ما لنا من زوال، ما لنا من زوال، يعني الدنيا هي المبدأ والنهاية لا آخرة. طيب والمعنى الآخر أولم تكونوا أقسمتم من قبل، ثم بعد ذلك ما أقسموه مطوي، ها؟ فيأتيهم الرد من الله عز وجل ما لكم من زوال، يعني لن تجابوا، لن يجاب الواحد منكم عما طلب من التأخير. تمام؟ ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وكنتم في الدنيا، احنا ما زال الله عز وجل ماذا يفعل؟ يصف أحوالهم في الدنيا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني أتاكم خبر من ظلموا أنفسهم قبلكم فأهلكهم الله عز وجل في الدنيا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فأتاكم خبر قوم عاد، قوم ثمود، فرعون وجنوده،
وسكنتم في مساكنهم. ما هي أو أين توجد مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ الدنيا. فإما أن تكون المساكن هي مساكنهم نفسها، نفس المساكن سكنوا فيها أو قريبا منها، دون أن يتعظوا بأن هذه المساكن سكن فيها كفار قبلنا فأهلكهم الله، أو مساكن الذين ظلموا أنفسهم هي الدنيا كلها. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، الدنيا كلها حين يسكن فيها المؤمن والكافر، فإن المؤمن والكافر كلاهما يعلم أن الدنيا زالت عليها أمم، فكان ينبغي أن يكون هذا باعثا للاعتبار والاتعاف. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم، تبين لكم يعني جاءكم البيان، جاءكم البيان، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوضح لهؤلاء وأقام على هؤلاء الحجة وبعث إليهم الرسل، الرسل الذين جاءوهم بأحوال الأمم السابقة وماذا فعل الله بهم وماذا كانت نتيجة كفرهم، وضرب لهم الأمثال، يعني قال لهم نظريا أن من يكفر يعاقب مثل قوم عاد ومثل قوم ثمود ومثل فرعون وجنوده. وضربنا لكم الأمثال في أمثلة واقعية حية حصلت وسمعتم عنها وأنتم موقنون بها، ومساكنهم ما زالت شاهدة، يعني حتى لا يكذب أو حتى لا يكذب واحد من الرسل فيظن أنه بيدعي أو بيقول أساطير أو بيخترق حكايات، مش ممكن ده يتوقع، لا، مساكن قوم عاد ما زالت موجودة، ومساكن الفراعنة ما زالت موجودة لتكون شاهدة على مدى ما وصل إليه هؤلاء من العناد والكفر بالله عز وجل، ولتكون عبرة لمن جاء بعد ذلك. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة على مساكن قوم عاد قال لا تدخلوا أرض عاد أو مساكن قوم عاد إلا وأنتم باكين، إلا وأنتم باكين، يعني اعتبارا واتعاظا بما حدث لهم. يبقى إذا الله عز وجل أقام هذه المساكن، وأيضا هنا الآية مناسبة المساكن هنا في الآية مضبوطة لما قلنا وسكنتم في مساكن الذين، معناها بقاء هذه المساكن لتكون عبرة، أو حتى لا يصح لكم أن تتهموا الرسل باختلاق القصص والحكايات، أو حتى لا يظن من سيأتي بعد ذلك أن قصص الأنبياء مجرد تصوير فني في القرآن. مش في ناس قالوا كده؟ في ناس قالوا أن قصص القرآن هو مجرد تصوير فني، يعني قصة جميلة مناسبة للسياق حتى يقنع القرآن الناس بالمبادئ القرآنية، وليس كل ما ذكر في القرآن واقع. قال كده طه حسين، قال كده محمد أحمد خلف الله، تبنى رأيه مجموعة من الناس، وكانت قضية يعني شغلت الرأي العام في مصر فترة من الفترات. فالعلماء علماء القرآن قرروا أن قصص القرآن وما يذكر في القرآن من قصص فإنما هو واقع وحقيقي، إن هذا لهو القصص الحق. فالقرآن لما يبقى فيه قصة فهي قصة حصلت بشخوصها وأحداثها، وهي قصة حقيقية وليست قصة خيالية زي الإلياذة والأوديسة، ولا زي القصص التي تؤلف الآن أو يلفها المؤلفون الآن. إذن إن هذا له القصص الحق. يبقى ربنا من وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فيها تذكير لهؤلاء الكافرين بأن الذين كانوا من قبلكم كانوا موجودين فاعتبروا، وفيها دفاع عن أنبيائه عز وجل بأن ما يريدونه ما يريد ما يريد ما ي ما يورده النبي إنما هو إيه؟ واقع حاصل. وفيها دفاع عن القرآن إلى قيام الساعة حتى لا يأتي من يظن أن قصص القرآن يشبه قصص اليونان. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم،
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم. تواصل الآيات أيضا ذكر أحوالهم في الدنيا. وقد مكروا مكرهم، يعني كانوا يمكرون في الدنيا مكرا شديدا. لما القرآن يقول لك مكر مكره، يعني مكر مكرا شديدا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. المكر حاجة معنوية، المكر ايه؟ حاجة معنوية. مش ربنا هياخد المكر كده يحطه في درج ويقفل عليه؟ ما معنى عند الله مكرهم؟ يعني عند الله عز وجل العلم بمكرهم. فالله عز وجل يعلم مكرهم ويعلم تخطيطهم ويعلم تدبيرهم عز وجل. طيب فيما كان مكرهم، فيما كان مكرهم، كانوا يمكرون بأنبياء الله فيقتلون بعض الأنبياء ويحرضون على بعض الأنبياء ويكذبون بعض الأنبياء ويتهمون بعض الأنبياء بالكذب والخداع والشعر والسحر والشعوذة. فيما كان مكرهم أيضا كان مكرهم بالمؤمنين تقتيلا وتعذيبا وإخراجا وسجنا. مش كل ده من مكرهم الذي استمر منذ بعثة الأنبياء أو منذ بعث الله الأنبياء إلى قيام الساعة؟ الفلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الذي يفتن المؤمنين؟ هؤلاء وأعوانهم، هؤلاء وأعوانهم. إذن وإن كان مكرهم وعند الله مكرهم، يعني وعند الله العلم بما يمكرون. طيب لما الآية تقول لنا وعند الله مكرهم، دي بتتماشى تماما ومتناسبة تماما مع بداية الآيات عندما يقول الله تعالى إيه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فعند الله العلم بغفلتهم، أو فعند الله العلم بظلمهم، وعند الله العلم بمكرهم. ولا تحسب فلا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا المكر مكر شديد، هذا المكر لولا لطف الله عز وجل لزالت منه الجبال، لأنه مكر شديد. على حد قول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فمكر هؤلاء بالدين ومكر هؤلاء بالأنبياء ومكر هؤلاء بالمؤمنين يغضب الملك، يغضب الملك. حتى إن هذا المكر من شدته لتزول منه الجبال. وفي بعض القراءات وإن كاد مكرهم، كاد مش كان، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، يعني يكاد من شدته يزيل الجبال. لذلك بعض الناس اللي كتبوا في بعض المؤرخين اللي كتبوا في التاريخ الإسلامي مثلا وتتبعوا مراحل الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، قالوا لولا عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الدين لاختفى من الوجود. يعني الإسلام تعرض لحملات شرسة على مدار التاريخ، كل حملة منها كانت وحدها كفيلة لإنهاء وجود حاجة اسمها إسلام من على الأرض، لولا عناية الله سبحانه وتعالى. وحضراتكم يمكن لو أنتم تابعين شوية تجدون ان الحملات التي يتعرض لها الاسلام في العالم الان مع ضعف المسلمين السياسي والاقتصادي والاجتماعي كفيل انه يمحو الاسلام من على الوجود، مع المخططات الصهيونية العالمية لإباحة الاستباحة دم المسلمين في كل مكان. لكن مع ذلك الاسلام لانه دين الله عز وجل ولانه في لطف الهي فالاسلام هو اسرع الاديان انتشارا،
والمسلمين مع ذلك بفضل الله تعالى في لطف إلهي ورحمة إلهية بهم. وإن كان مكرهم، يعني لو كان هذا الدين دينا بشريا، أو لو كان الإسلام هذا فلسفة أرضية، ها لازال من قرون الشيوعية ما استمرتش 20 سنة على بعض. الشيوعية اللي ملكت نص العالم تقريبا، روسيا دي كانت الأرض التي لا تغيب عنها الشمس 20 سنة، وكانوا الناس مؤمنين جدا بيها ومتحمسين، وأيديولوجيات وكتب ومؤلفات وأفلام ونظريات علمية وهلمة، تقول خلاص الدنيا هتبقى شيوعية ثم تسقط في لحظة. وهكذا بإذا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. في قراءة أخرى، وإن كان مكرهم لتزول بفتح اللام الأولى وضم الثانية. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني لا تزول منه الجبال، يعني لا يضر مكرهم هذا، لا ينفعهم ولا يضر الإسلام ولا يضر الدين شيئا ولا يضر المؤمنين شيئا، كحال حد قول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن عندنا الآن في هذه الآية قراءتان، القراءة الأولى بكسر اللام الأولى وفتح الثانية لتزولا، على معنى أنه هذا الشرك، هذا الكفر، هذا المكر، هذا الكيد، يكاد يزيل الجبال من شدته. القراءة الثانية بفتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول، معناه أنه هذا المكر لا يضر، لا يضر، فهذا المكر ضعيف لا يزيل، لا يزيل الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إيه؟ لا، هي كل واحدة القراءتان أو القراءات ما بتديش معاني عكس، ولكن بتدي معاني متكاملة، بتعطي معاني متكاملة. هو إمتى نقول عكس بعض؟ إذا كان الاثنين متناقضين من كل الوجوه، لكن الاثنين متكاملين. تمام؟ يعني ممكن نقول مثلا مكرهم هذا شديد لكنه مع شدته فهو في جنب لطف الله ضعيف. واضح كده؟ فالقراءات لا تتناقض، لأن القراءات آيات، كل قراءة كأنها آية، كل قراءة كأنها إيه؟ كأنها آية مستقلة. ولو قلنا إن القراءات تتناقض فالقرآن تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقراءات المتواترة قرآن قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتناقض وإنما تتكامل، كل قراءة بتعطينا معنى جديد. تمام كده؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله عز وجل بما وعد الرسل، وعدهم بالنصر، وعدهم بالرحمة، وعدهم بالتمكين، وعدهم بالجنة، مش كده في الآخرة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. العزيز اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي لا يوصل له أو إليه إلا بإذنه، أو الذي لا يصله كيد الكائدين ومكر الماكرين. وإذا كان الله عز وجل لا يصله كيد الكائدين ومكر الماكرين، فإن هذا المكر لا يصل أولياء الله تعالى الذين هم في حمى الله عز وجل. الله، إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا قال ذو انتقام بعد عزيز؟ لأن عزيز تعني الاستغناء، فيها معنى ماذا؟ الاستغناء عن الخلق جميعا، استغناء عن الخلق رحمة، استغناء عن الخلق
عقوبة، فهو لا يعنيه سبحانه وتعالى، لا يؤثر فيه سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة الطائعين، لا تضره معصية العاصين، فهو عزيز. طيب، إذا كان الله عزيزا فهل هو سبحانه وتعالى لعزته لن ينتقم للمؤمنين، لن يشفي صدور المؤمنين؟ فهو عزيز ذو انتقام، فهو سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر في الدنيا أو بالأجر في الآخرة والجزاء في الآخرة، وهو منفذ وعده مع عزته، وهو منفذ وعده بالانتقام منهم مع عزته سبحانه وتعالى، مع استغنائه سبحانه وتعالى عن العقاب، ومع عدم لحوق الضر به عز وجل من كفرهم ومعاصيهم وشركهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ثم تتحدث الآيات الآن عن ماذا؟ عن حال الكافرين عند وقوع العذاب بهم. فتقول الآيات: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، متى ستبدل الأرض غير الأرض؟ وأين سيكون الخلق عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ احنا لازم موجودين في حتة، فلا الأرض موجودة ولا السماء موجودة، فأين سنكون؟ احنا قلنا يا اخوانا ان الآيات التي معنا بتصف حال الكافرين في الآخرة في ثلاثة مواطن: عند انتظارهم للعذاب، وعند معاينتهم للعذاب، وعند حالهم في العذاب. فهم عند انتظارهم للعذاب سيكون حالهم إيه؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا حالهم إيه؟ في انتظار العذاب أو قبل العذاب، مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني مسرعين ناحية أرض المحشر، إن الناس سينشرون ثم يحشرون. طيب، ثم حالهم بعد ذلك عند معاينة العذاب سيكون ماذا؟ يقولون: ربنا أخرنا. سيطلبون ماذا؟ التأخير. ثم حالهم بعد ذلك عند العذاب سيأتي، لكن متى سيبدأ هذا الحال ومتى سيبدأ الانتقام الإلهي منهم؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء تقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. النقي، والنقي هو الدقيق الناعم. وعن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: يا رسول الله، فأين الناس يومئذ؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، ذاك أن الناس على جسرهم. الصراط في تعريفه هو جسر منصوب فوق النار. الصراط جسر منصوب فوق النار.
وعن ابن عباس حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال هم على متن جهنم. إيه متن جهنم؟ هو الصراط أيضا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان مولى قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها. ده مين اللي عمل كده؟ سيدنا ثوبان. ازاي تقول له محمد كده حاف؟ فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله. مش عاجبه نقول محمد كده بس. فقال يهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيئا إن حدثتك؟ يعني ستنتفع بما أحدثك به؟ يعني هتاخد به؟ قال أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. يعني ضرب بعود كان معه صلى الله عليه وسلم على الأرض أو ألقاه على الأرض فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. دون الجسر يعني كأنهم في مكان مظلم متهيئون إلى دخول الجسر أو إلى العبور على الجسر. قال فمن أول الناس إجازة من أول حد يجتاز الصراط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. فقال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما جائزتهم عندما يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. النون اللي هو الحوت. قال فما غذاؤهم في أثارها؟ طب بعد ما يأكلوها هيأكلوا إيه؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال اليهودي صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر. يعني أتى ذكر أتى ذكرا بإذن الله تعالى. وإذا على مني المرأة مني الرجل أنفى بإذن الله. قال يهودي صدقت. وإنك لنبي ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. يعني نزل عليه الوحي في لحظتها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فإن الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله. هل يعجزهم ما لديه؟ طيب احنا إذا فهمنا الآن أن بعض الناس سيكونون على الصراط، بعض الناس في ظلمة ينتظرون العبور على الصراط، بعض الناس عند الله. أيعجزهم ما لديه؟ وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. يبقى كأنهم سيكون على أرض أخرى
وهكذا سيدنا الإمام ابن كثير في تفسيره يقول: وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبيش أنها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: تصير الأرض فضة والسماوات ذهبا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأدين. يعني السماوات والأرض، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب؟ يعني السماء والأرض مش هتبقى قبة زي ما هي الآن، هتبقى زي الورقة. السماء والأرض الاثنين يبقوا زي الورقة مسطحة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزدر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. يبقى كأن الله عز وجل سيهيئ الأرض قبل الحشر بحيث يصحو الناس أو يقوم الناس من قبورهم على أرض أخرى مباشرة. يبقى إذن القصد هنا في هذه الآيات أن عذاب هؤلاء الكافرين الظالمين سيبدأ بمجرد الحشر أو بمجرد بعثهم، سيكونون في عذاب أو في انتظار للعذاب. وقلنا انتظار العذاب عذاب. إذن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إنما هو وعد الله للرسل أن ينصرهم الله عز وجل في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، يعني وبرز الكل وظهر الكل أمام الله عز وجل. والبروز هنا بروز حسي وبروز معنوي. فالبروز الحسي لأن الأرض بدلت فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فالخلق على مد البصر كلهم ظاهرون، مش حد مختبئ وراء جبل ولا تحت صخرة ولا كلام من هذا، فهو بروز حقيقي. وهو بروز معنوي لأن ظواهرهم كبواطنهم بالنسبة لله عز وجل، فهم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. وبرزوا لله الواحد، يعني لا يبرزون بهذا المنظر أو في هذا الموقف إلا بأمر الله وإلا لله عز وجل الواحد. يبقى وبرزوا لله الواحد القهار أيضا مناسبة لهذا السياق. لماذا؟ لأنهم لم يموتوا، لم يحشروا، لم ينشروا، لم يبعثوا، لم يمشوا على الصراط اختيارا، وإنما الآخرة حالها كله يتجلى فيه اسم الله القهار. فالخلق يساقون ويؤتون كتبهم ويؤمرون بالمشي على الصراط ويدعون للحساب أمام الله ولا يستطيع أحد أن يمتنع، ويدخلون النار وهكذا. لذلك اسم الله القهار معانا هنا في هذه الآية وفي الآية اللي في سورة غافر التي فيها إيه بقى؟ لا إيه؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. برضو لله الواحد القهار. يبقى إذن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالخلق جميعا تحت سيف قدرته وقهره سبحانه وتعالى. يبقى وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين، الآية الآن بقى ستبدأ في تفصيل أحوال هؤلاء الكافرين حال العذاب. فيقول الله تعالى: وترى المجرمين، سماهم الله عز وجل مجرمين. خد بالك معايا، الآيات في حال خطابهم بأحوالهم وهم في الدنيا كانت تترفق بهم، في حال العذاب
عذاب ينالون من العذاب من كل أصنافه، فهم يعذبون جسديا ويهانون معنويا، فيسمون مجرمون. يبقى وترى المجرمين يومئذ مقرنين. مقرنين يعني كل شكل مع شكله، كل صديق مع صديقه، يعني زي ما كانوا أناتين في الدنيا، ها، بيعملوا المعاصي مع بعض ورايحين مع بعض وجايين مع بعض، مجالس الكفر مع بعض ومجالس الخمر والنساء مع بعض، ها، برضو في الآخرة إيه؟ مصفدين مع بعض. والتصفيد بالمناسبة عذاب، يعني أنت ممكن تبقى لوحدك كده متكتف بس لوحدك حر، عايز تدخل الحمام، عايز تلتفت، عايز تروح تكلم فلان، ها، فأنت متكتف ماشي بس بحركتي حرة. لكن حضرتك لما تكون متكتف مع حد فهو ايه؟ عذاب مضاعف الآن. وترى المجرمين يومئذ مقرنين. مقرنين قلنا يعني ايه؟ يعني أزواج، كل صديق كل شكل مع شكله، كقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. أزواجهم هنا مش معناها الزوجة اللي هي الزوجة التي يتزوجها الرجل أو الزوج الذي يتزوجه المرأة، لا، الشبيه والنظير والمثيل في العمل. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وأيضا يقول الله تعالى إيه؟ وإذا النفوس زوجت. زوجت هنا يعني إيه؟ قرن الظالمون بعضهم ببعض. يبقى وترى المجرمين يومئذ مقرنين، يعني مربوطين ومغرورين بالسلاسل مع بعضهم، مقرنين في الأصفاد. الأصفاد اللي هي الإيه؟ القيود. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل هي الثياب. سرابيلهم من قطران، والقطران النحاس أو النحاس المذاب أو البلك، ممكن يعني إيه؟ القطران معروف، تمام. وفي قول سيدنا عبد الله بن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. فده لبسهم. يعني تخيل انت كده عايز تحرق واحد، وعلشان النار تمسك فيه ما يبقاش فيه وسيلة لانه يتخلص منها، بتدهنه بماذا؟ بمادة، بحيث يعني تبقى النار ماسكة في كل حتة فيه. فسرابيلهم من قطران. طبعا سرابيلهم من قطران هنا معناها ايه؟ معناها ان النار تحيط بهم من كل جانب، كما يحيط الثوب بلابسه. معناها ايضا انهم لا انفكاك لهم من العذاب، انه يحيط بهم العذاب من كل جانب، فلا انفكاك، لا خروج من العذاب والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولك سرابيلهم، فانت متصور بقى انه ثوب، فالراس مش باينه. قال لك لا، مش ليس كما تتخيل، وانما تغشى وجوههم النار، فالنار تلحق وجوههم وايديهم وارجلهم، كقوله تعالى وتغشى، كقوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يبقى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ما الذي أوقعهم في هذا الموقف العصيب؟ ما اكتسبوه في الدنيا. أيضا في هذه الآية إشارة إلى أو تنبيه وتحذير إلى أنهم ينبغي أن يعودوا سريعا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا. لماذا؟ لأنكم ستنالون هذا بما تكتسبونه الآن،
فبادروا وسارعوا يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. سريع الحساب بمعنى أنه لا يمنعه مانع إذا أراد إلحاق العذاب بأحد، وسريع الحساب بمعنى أنه سينتقم لا محالة لمن وعده الله عز وجل بأن ينتقم منه. وسريع الحساب معناه أنه سينجز حساب عباده سريعا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. ولما حضرتك يوم القيامة تشوف الخلق ملايير الناس، فأنت هتقول طيب أنا عقبال ما يجي دوري بقى أكون إيه، أكون عشت شوية. فإن الله سريع الحساب، سريع الحساب يعني لا تظن إنه يوم القيامة سيمتد كما امتدت حياتك في الدنيا وأنك استظل في حالة الانتظار هذه كثيرا، بل إن الله سريع الحساب. ثم تختم الآيات بهذا النداء القرآني العظيم لتقول إن المذكور في هذه السورة والمذكور في هذا القرآن كله هو إنذار وبلاغ للناس. فيقول الله تعالى هذا بلاغ، هذا يعني القرآن أو المذكور في هذه السورة، هذا بلاغ للناس يعني لجميع الخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن يتعظ يزداد طاعة وليبتعد عن المعاصي، وليكون ذكره لهذه المشاهد وليكون ذكره لهذا المذكور في هذه السورة دافعا له للاستزادة من الخير. أما الكافر فهو بلاغ له أيضا ليرجع عن كفره وليلحق بركب المؤمنين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. طبعا ليس كل بلاغ القرآن إنذار، لأن القرآن فيه إنذار وتبشير، لكن لماذا خص هنا الإنذار فقط؟ إما لأنه يناسب خاتمة السورة، أو لأن الإنذار والتبشير الاثنين لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. يعني كل إنذار للكافرين هو بشارة للمؤمنين في الوقت نفسه، وكل تبشير للمؤمنين فهو إنذار للكافرين في الوقت نفسه. إذن هذا بلاغ للناس ولينذروا، يبقى هنا الإنذار لمن؟ للكافرين، ومعناها يتضمن التبشير لمن؟ للمؤمنين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. يعني كأن السورة الآن بتلخص لك لب الأمر وجوهر المسألة كلها، بتقول لك المسألة كلها توحيد، فإذا صح لك التوحيد صحت أعمالك. وليعلموا أنما هو إله واحد، وهذا الإله الواحد ليس أنت ولا هواك ولا جميع من تعبد من دون الله. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يذكر معناها أن المذكور في هذه السورة من طاعات وصفات وأخلاق وعبادات وإيمانيات كله مركوز أصله في الفطرة، لأن الإنسان لا يتذكر إلا ما كان يعرفه قبل ذلك. ربنا ما قالش وليعلم أولو الألباب، لا ليذكر، لأن أنت الفطرة السليمة السوية تدل على التوحيد، الفطرة السليمة السوية تدل على مكارم الأخلاق، الفطرة السليمة السوية تدل على الإيمان بالله الإيمان بالرسل، الفطرة السليمة كده. فأنت الله عز وجل وضع فيك هذه الفطرة التي تهيئك للإيمان بمن؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعمل الصالحات. لذلك الله عز وجل قال وليذكر أولو الألباب يعني أصحاب العقول. طبعا العقل هنا ليس العقل المجرد عن الإيمان، وإنما العقل المسلم، وقلنا التسليم أول درجاته الإنصاف وطلب الحق. فالمراد بالعقول هنا العقول ماذا؟ التي تبحث عن الحق.
لأنه إحنا بنفترض أن الإنسان لم يصل إلى الحق بعد، فأي عقل هذا؟ عقل من يبحث عن الحق ومن يطلب الحق ومن يريد الحق، والله أعلم. بهذا ننتهي من هذه السورة المباركة، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في سورة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.